من التراث اللبناني وألوان الزجل. وألف مبروك لمايا وفادي، إن شاء الله يتهنوا. مايا وفادي جوزناهم الليلة على مسرح ستار أكاديمي، بس هن سبق وتجوزوا بالأكاديمية، ما نطرونا، يعني نحن بعدنا عم نحتفل بعرسها الثنائي. منشوف سوا التفاصيل الكاملة بالحلقة العاشرة من أصدقاء. شفتوا من لحظات زفة العروسين فادي ومايا، منقول لهم ألف مبروك. وهلأ وبعد مرور 9 أشهر اندمج مسلسل أصدقاء مع مسلسل غرفة الطوارئ، تنشهد على ولادة الطفل مع الشخصيات الوالدة، الوالد، الدكتور ومساعد الدكتور. بيوم من الايام كانوا العروسين قاعدين سوا مبسوطين، واذ فادي بيسمع صوت، وبعد لحظات قليله حدث الحدث. لوين؟ فوت على التواليت.
فادي بيخلع باب الحمام وبيلم مرته وبياخدها على المستشفى. سرعة سرعة طوارئ. وبيستلموها الطبيبين. الله لا يعطيك العافية يا حكيم. وبيجروها على غرفة الطوارئ. بس الأطباء ومساعدين واجهوا مشاكل وانجبروا يستعينوا بالطرق القديمة. وأخيرا تمت الولادة، وفور ظهور الطفل حط الطبيب بأجواء الأكاديمية. ما في داعي ترضعينها، بيبسي موجود. بس فادي حتى ولو صار أب بعد عاداته القديمة، بس هالمرة مايا عرفت تضبطه. حقول له الحكيم يحكينا إذا صار ما صار مش هنطمن عليك. وهيك صار عنا أول عيلة داخل الأكاديمية. عقبال العايزين، وإن شاء الله بيتوفقوا بالحلقات المقبلة من مسلسل أصدقاء. يعني نحن عم نجوزهم على المسرح وهن صار عندهم عيلة. بديع، مساء الخير. مساء النور. بديع، كيف لقيت أداء الطلاب بأغاني الفولكلور والزجل؟ للصراحة حبيت كتير، حبيت كتير كيف غنوا. جوزيف كتير كتير بيلبق له هذا اللون، وهناء كمان. واللي بدي أقوله إنه وقت كنا عم نحضر هذا التابلو بالأكاديمي بالصف، كنت كتير عتلين هم للصراحة، عتلين هم كيف التلاميذ خاصة العرب كيف رح يتقبلوا أو يتجاوبوا بهذا النوع من الفولكلور، لأنه فولكلورنا وبتعرفي أكيد أكيد لهجة صعبة لقلهم جديدة، وفولكلور غير بلدهم، يعني فولكلور بلدنا. فبس وقت بلشت مرنهم حسيت أول شيء أنه بيعرفوا فولكلور لبناني، وهذا شيء كتير كتير بسطني، كتير مبسط فيهم. دغري عرفوا الدلعونة وبلشوا يغنوا دلعونة. كتير دغري عرفوا الهوارة، يعني هيدا شيء كتير كتير أول شيء بفتخر فيه كلبناني. تاني شيء كتير حلو، لأن حلو عن جد بين البلاد العربية كلنا ننفتح على كل الثقافات، نتعرف على ثقافات بعد أكتر وأكتر. على فولكلور غير البلاد كمان. وديا نحن بنعرف أنه كل أسبوع عم بيغنوا عدة أغاني الطلاب، ومن أسبوع لأسبوع يعني الوقت عم يقطع كتير بسرعة. مزبوط. ويمكن عندهم مشكلة يمكن يقعدوا يحفظوا كل هالأغاني، لأن نحن بنعرف في فنانين كبار عندهم هالمشكلة أنه يحفظوا كلمات. مزبوط. الأغاني. مزبوط. كيف عم بيستوعبوا الطلاب من أسبوع لأسبوع؟ للصراحة هيلدا أول شيء بدي أقول عن جد عن جد يعطيهم العافية للشباب والصبايا، لأن نحن عم نبلش نهار السبت. يعني بكرة دغري ببلش تحضير للبرايم لنكست برايم. الشباب والصبايا خاصة هلأ قلوا، يعني صار كل واحد تقريبا عم ياخد أغنية كاملة. بعدين ايه، لأنه عم بيقلوا صاروا بدهم يغنوا أكتر. مزبوط exactly. لأن قبل وقت كانوا أكتر كان كل واحد بياخد بارت صغيرة. على كل واحد نحضر بارت معين، هلأ صار كل واحد بدي يحضر أغنية يعني كاملة. يعني الضغط صار مشهد. أكبر ضغط أكتر. شو بتعملوا بهيك حالة؟ لازم يدرسوا أكتر. لازم يركزوا ويدرسوا أكتر. نحن أكيد عم نكثف الدروس أكتر، عم نقعد معهم، يعني عم نحاول قد ما فينا نعيد ونعيد كرمال تيحفظوا. والحفظ شغلة عن جد صعبة، خاصة إذا كانوا عم يغنوا غير لهجة. يعني ما بيقعد ينتبهوا كيف اللفظ إذا مزبوط، اللحن مزبوط. يعني عم يجوا كمان هون على المسرح عم يكون عندهم كوريغرافية أوقات، أو حتى مشهد بدو يتصرفوا فيه. فهذه الشغلة كلها الواحد يجمعها مع بعضها شغلة صعبة كتير وبدأ تركيز كتير. يعني يعطيكم ألف عافية لألكم وللطلاب. للطلاب أكيد. وشكراً لألك وديع. شكراً لألك. منكمل هلأ مشاهدينا ومنسمع أحمد الشريف وهاني بأغنية تتودعنا. من ايدي وايدك
نجم ستار اكاديمي احمد الشريف ولهاني وميشيل فاضل على البيانو. وبهالوقت عنا روبورتاج بهم الشباب والصبايا. النهائيات عم بتقرب والضغط على الطلاب عم بيزيد، منشان هيك قررت اداره الاكاديميه تهدي قسم من الطلاب رحله راحه ونقاهه واستجمام لمدينه سبا كارلو فيفاري بتشيكيا. مين أولكم الطلاب اللي رح يروحوا على هالرحلة؟ بعد أسبوعين بس الصبايا اللي بيكونوا بقيوا بالأكاديمية رح يضبوا شنطهم وينطلقوا برحلتهم. مبروك للصبايا ورحلة موفقة. مبروك للصبايا. شو فادي حاسس عندك اعتراض على اللي صار؟ انه الشباب مثلا ما خصهم. بعدك جاي من بودابست. ايه بس بنروح معقول؟ شو يا رولا؟ جاي يا فادي. طيب ستريس كثير قوي. بدكم مزعج كمان. بدكم تفكروا ليش؟ بدكم تعرفوا ليه ما طلع لكم سفرة شباب؟ فكروا فكروا فيها لكن هيك في مزعج وراها يعني. خليفة عندك شيء طلبات شيء؟ بدي حطي ماسك. شو بدك؟ وإذا سارة والبنات وإحنا ما صرنا وياهم إن شاء الله يا رب ينزلقون بالصابون وهم في السبا. قولوا آمين يا شباب. آمين. بصحته بالصابون إن شاء الله.
إن شاء الله يروحوا على تشيكيا ويرجعوا مرتاحين لمواجهة المراحل الأخيرة. وهلأ مشاهدينا منكمل سهرتنا مع ضيف البرايم الـ 11 الفنان هاني شاكر ومع قلبك أنت وبس. قلبك انت بس عرفت اعيش واحس قولي بحبك قولها بس قولها لو حتى بعينيك لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف الف وصف الا انا حسيت بيك مع قلبك انت بس عرفت اعيش واحس قولي بحبك قولها بس قولها لو حتى بعينيك لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف الف وصف الا انا حسيت بيك علمني حبي ليك ان ادوب يا حبيبي فيك كل عمري اخاف عليك واطمن بين ايديك علمني حبي ليك ان ادوب يا حبيبي فيك كل عمري اخاف عليك واطمن بين ايديك واطمن بين فيها ما حسش قلبي بيها ما كنتش يوم لقيها غير لما بقيت معايا حكايتي معك طويلة يا قصي شو جميلة بعيشها كل ليلة ودي أجمل حكاية حياتي عشت فيها ما حسش قلبي بيها غير لما بقيت معايا حكايتي معاك طويلة يا قصة شو جميلة بعيشها كل ليلة ودي أجمل حكاية علمني حبي ليك إن أدوب يا حبيبي فيك كل عمري أخاف عليك واطمن بين إيديك علمني حبي ليك ان ادوب يا حبيبي فيك كل عمري اخاف عليك واطمن بين ايديك واطمن بين ايديك مع قلبك انت بس قولي بحبك قولها بس قولها لو لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف ألف وصف إلا أنا حسيت بيك حسيت بيك هاني شاكر اللي شاركنا وشارك طلابنا هالسهرة الحلوة. العد العكسي بدأ، النومينيز إيدن على قلبن وضربات القلوب بدأت تقوى، وعندي نصيحة اللي قلبه قوي يلاقينا بعد البريك.